حياكم الله مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا، حلقة جديدة وأسبوع جديد مليء بالتفاؤل. أرحب كل العاملين في هذا البرنامج وتحديدا زميلي عبد الله. مساء الخير. مساء الخير مشعل، مساء لك بالخير ومسي بالخير على السادة المشاهدين وين ما كانوا في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. نتواصل من خلاله معاكم ساعة كاملة بالعديد من الفقرات والضيوف المميزين بإذن الله، ونبتدي معاكم عرض فقراتنا لهذا اليوم. اليوم عندنا لقاء مباشر مع الدكتور أحمد الرشيدي، اختصاصي أنف وأذن وحنجرة وعضو الجمعية الطبية الكويتية. أيضا راح يكون عندنا لقاء مباشر مع الدكتورة هدى سعود الجاسر، محاضرة واستشارية بالصحة النفسية والأسرية. خليكم معنا وتابعونا، أكيد راح نتواصل معكم ولكن من بعد هذا الفاصل. لا يزال فيروس كورونا المستجد يتمدد ليطال العديد من دول العالم، ومعه تستمر الجهود المضنية للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الصحية في تلك الدول. منظمة الصحة العالمية والخبراء الدوليون أصبحوا في حالة ماسة وعاجلة لفهم كيفية انتقال كورونا ومدى خطورته، لتوجيه التعليمات لبلدان أخرى بشأن التدابير الصحية التي يجب اتخاذها حيال هذه المعضلة الصحية الإنسانية العالمية وكيفية التعامل مع الفيروس. ونجد من خلال الأعداد المتزايدة للمصابين بهذا المرض أنه من الضروري أن تتضافر الجهود الرامية إلى الاحتواء والحد من الخطورة، وذلك باتباع إرشادات عالمية صحية ليست قاصرة على النظافة الشخصية أو غسل اليدين وتنظيف الأماكن وتعقيمها جيدا، وإنما في زيادة البحث العلمي وتبادل الخبرات العالمية بين كافة الدول بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. دولة الكويت الحريصة دائما على مواطنيها والمقيمين على أرضها سارعت منذ الوهلة الأولى لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية للحد ما أمكن من زيادة أعداد المصابين، وبكل شفافية ووضوح تتناول بصفة يومية وعبر مؤتمر صحفي تنظمه وزارة الصحة لعرض آخر المستجدات الصحية والجهود المبذولة وأعداد المصابين، وكذلك الخطط المحلية والإقليمية والعالمية الرامية إلى احتواء المرض واستنفار أطقم العمل ليلا ونهارا، فضلا عن الجهود التطوعية الواعية التي تؤكد دائما على أن الكويت هي أغلى ما نملك، وأن مواطنيها والمقيمين على أرضها هي جل اهتمام قطاعات الدولة المختلفة. يتطلع العالم إلى انحسار هذا المرض ومن ثم رحيله إلى غير رجعة. حياكم الله مشاهدينا، يسعدنا في هذه الحلقة أن نلتقي مع الدكتور أحمد الرشيدي، اختصاصي أنف وأذن وحنجرة وعضو الجمعية الطبية الكويتية. مساء الخير دكتور، حياك الله معنا. مساء النور، هلا فيكم. حياك الله دكتور. دكتور، بداية فيما يخص فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19، شنو هو بالضبط؟ هل هو نوع من أنواع الإنفلونزا؟ لا، الكورونا فيروس هي عائلة كبيرة. طيب. من عائلة الفيروسات، هي بالأساس تصيب الحيوانات عزكم الله. نعم. بلشت تعادي البشر عن طريق وسيط حيواني من سارس في البداية اللي في الصين، ومن ميرز اللي بلش في منطقة الخليج العربي. الحين الكوفيد 19 هو الاختصار لكورونا فيروس ديزيز 19، يعني 2019. هو الحين عدى مرحلة أنه حاجته للوسيط حيواني، الحين ينتقل مباشرة بين البشر. طبعا هو مو أول فيروس يسوي هالطريقة هذه، الإنفلونزا بالأساس مو فيروس إنساني، فيروس في الحيوانات، فانتقل من الحيوانات عزكم الله إلى البشر فصار فيروس بشري. يعني يتطور، هو مو تطور، يعني الفيروسات عموما حتى جسم الإنسان يتطور بين فترة وفترة، يعني حتى مناعة الجسم داخل الخلية نفسها، داخل الخلية التطور، وحتى في الجهاز المناعي يتكون. طيب دكتور، من الحاضن يعني لهذا الفيروس، فيروس كورونا تحديدا من الحاضن؟
الحاضن هو اللي ينتقل اللي يلتقط الفيروس نفسه اللي تحوش الأعراض سواء أعراض خفيفة أو أعراض شديدة. طبعا في متوسط الحالات كلها الأعراض تكون خفيفة إلى حرارة خفيفة، هو الحرارة هي حسب البحوث العلمية الموجودة، معظم البحوث العلمية عن الأعراض تكون الحرارة والكحة والسعال، هذه أكثر العرضين اللي يكون موجود. طبعا معظم المرضى هو المرض مو خطير. يعني دكتور إذا مجرد حرارة مثلا هل هذا المؤشر يعني كافي أنه يكون مثلا حامل لفيروس كورونا؟ لا لا بس الحرارة؟ لا لا ولا لازم كلها مع بعض الحرارة والكحة؟ هو الحين إذا أنا جيت من مكان مو موبوء وحاشتني حرارة 99% هذا مو كورونا، هذا إنفلونزا عادية. إذا أنا موجود حتى خاصة الحين موسم الإنفلونزا فما نبي الناس أو تغيير جو تخاف، لأن أصلا الكورونا إذا أنت مو مخالط أو مو محتك بمريض أصلا عنده الكورونا ما راح ينتقل لك، هو انتقاله عن طريق الدروبلت مو عن طريق الأير. يعني الإنفلونزا تنتقل عن طريق الأير، قطرات الكورونا عن طريق القطرات، القطرات مداها مترين إذا أنت حافظت على إيدك من لمس الأسطح الملوثة خاصة في الأماكن اللي فيها تجمعات أو اللي فيها اشتباه أن في مريض كورونا، هذا بحد ذاته يقيك. يعني حتى الماسك ما تحتاجه دام أنت في مكان بروحك أو بالبيت أو تخالط المجتمع اللي حولك اللي مو مخالط مجتمع نفس اللي البعض دكتور يمكن لاحظتهم يكون داخل السيارة ولابس الماسك، هذا كلش ما يحتاج أصلاً يلبس الماسك، لأن أصلاً أنت بوضع السيارة أنت مو سيارتك ما خالطت أحد في كورونا. كم ساعة يقعد الفيروس هذا على السطح دكتور؟ اختلفت الدراسات، في دراسات تقول بضع ساعات، في دراسات تقول ممكن أيام. إنزين بس بغض النظر إذا مثلا إذا كان السطح بس مسحته في مواد المطهرة أو حتى الماء والصابون هذا كافي أن يقتله يقضي على الفيروس. جميل. هذا حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية. نعم، إذن بما أنك ذكرت دكتور أن هذه الفترة أيضا فترة الإنفلونزا، وعشان نطمن الناس يمكن ودائما إحنا نقول لهم أخذوا المعلومات من مصادر رسمية من مصادر موثوقة. قبل فترة انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق الواتساب كذلك مقارنة ما بين فيروس الأعراض فيروس الكورونا وأعراض الإنفلونزا، فإذا نفرق بينهم عشان نعرف أنه والله الشخص هذا في إنفلونزا لا تحاتي، الحرارة، الصداع، السعال وغيرها من هالأمور. هو الأعراض متقاربة. متقاربة. متقاربة بس الفرق الوحيد هل أنت خالط ولا لا؟ فقط. فقط يعني أنا الحين مثلاً بالبيت قاعد وعندي عيالي وأهلي، لو واحد منهم حاشته الحرارة هذا إنفلونزا، ما راح أفكر تغيير جو الإنفلونزا العادية، ما راح أفكر في الكورونا. يعني الكورونا أنا ما أقول للناس إن لا تخافون منه، إن أخذوا احتياطاتكم. بس لا توصل مرحلة الهلع اللي الحين صاير والفجأة. يعني الـ يعني بالنهاية مارس حياتك، لا يعني يعني لا تخالط اللي مو يعني الأماكن المشبوه فيها اللي فيها كورونا. الماسك ما تحتاجه إلا إذا كنت رايح، الماسك اللي يحتاجه الموظفين في القطاع الصحي اللي أصلاً في المحجر المنزلي أو المحجر الأساسي، هذا اللي لازم يلبس الماسك حتى لأن لا قدر الله عند الفيروس لا ينشر اللي موجودين معه. نعم، والجلوفز دكتور؟ الجلوفز إذا أنت بالبيت ما تحتاج تلبس جلوفز، بس إذا مثلاً إذا أنت تبي تأخذ احتياطاتك زيادة عن اللزوم في الأماكن تقدر تلبس الجلوفز، بس بالنهاية تعقيم بالمطهر أو بالماء والصابون كافي. يمكن استخدام الجلافز أيضا قاعد يصبح بصورة خاطئة دكتور، يعني هو يلبس الجلافز ويحوش الأسطح وعلى بال أنا ما ويمسح بويفة. هو أهم شيء اللي نسميه الهاند هايجين، متى ما غسلت يدينك عقب كل ملامسة هذا أهم شيء أنك عشان لا تنقله لنفسك أو للآخر. طبعا قلت لك هذا مو معناته أنا في البيت كل شوية بلمس السطح وروح، لأن بالنهاية أنت مو مخالط فما تحتاج تسوي هالإجراءات هذه الشديدة. إذن دكتور يعني لو بنقول يعني الاحتياطات العامة مثلا الوقاية من هذا الفيروس فقط التعقيم وغسل اليدين والأمور هذه وعدم المخالطة مثلا؟ عدم المخالطة. إنزين طبعا التوصيات العامة هذا المجتمع ككل، والتوصيات الخاصة اللي خاصة في المحجر المنزلي إنه إذا بيطلع للضرورة القصوى يكون لابس ماسك بحيث إنه ما ينقل العدوى، فقط هذا الأساس
في التوصيات في الوقاية في الكورونا. جميل. طبعا كل إحصائيات لحد الحين في الأبحاث العلمية تبشر أن الفيروس مو بالصورة اللي نخاف منها. نعم. فإن شاء الله الأمور تتيسر. إن شاء الله. أكيد دكتور أحمد راح نستمر في الحوار معك إن شاء الله، لكن من بعد هذا الفاصل. من أجل سلامتكم توصي وزارة الصحة بدولة الكويت بضرورة تجنب التجمعات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة إلا في حالات الضرورة، مع أخذ احتياطات السلامة كإجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية وحرصا على سلامتكم، نرجو التعاون والالتزام بهذه التوصيات. رجعنا نتواصل معكم مشاهدينا، وطبعا يعني حوارنا دائما في هذه المرحلة يتعلق بفيروس كورونا، لأنه هذا هو الحدث المهم في العالم. دكتور، بما أنك عضو بالجمعية الطبية الكويتية، ودنا نتكلم عن يعني دور الجمعية من الناحية التوعوية والتثقيفية، وخصوصا احنا الحين محتاجين إلى ثقافة التوعية لهذا الفيروس. طبعا في الجمعية الطبية كأي جمعية نفع عام قاعدين نسعى لخدمة المجتمع أولا، وأول ما صار انتشر الكلام عن فيروس كورونا وضعنا خطة عمل في الأساس. الأول الجزء الأول الجزء التوعوي والتثقيفي. طبعا في بداية الأمر أصدر قرار مجلس الوزراء بوقف الندوات والورش العمل والمؤتمرات، فخذينا على عاتقنا في الجمعية وفي الروابط التي تندرج تحت الجمعية على وقف هذه الأنشطة، خاصة في إحنا عادة في فترة 3 و4 تكون فيها المؤتمرات الطبية كثيرة، فوقفنا كل الأنشطة الخاصة في المؤتمرات. الحين سوينا ندوات التوعوية، طبعا ندوة مو أن الناس مجتمعين عندنا، سويناها ندوة أونلاين بحيث أن المتلقي يقدر يسأل السؤال في فترة الأونلاين، بحيث أن تكون تشاتينج بصورة واضحة مع المختصين في هذا المجال، خاصة في الصحة الوقائية وأمراض والدكاترة الأمراض المعدية. نعم. كذلك في ندوة كانت في لجنة العالم الإسلامي سويناها، وإن شاء الله الترتيبات في ندوات قادمة إن شاء الله. جميل جميل جدا. إذا ودنا هم نتكلم دكتور، وشيء يفرح أمانة يعني لما نشوف الجانب التطوعي في مواجهة هذا المرض. طبعا التطوع في العمل الطبي عموما موجود الأمانة في الطاقم الطبي عموما. صحيح. يعني حتى كنا نرسل بعثات خارجية لمخيمات طبية خارج الكويت لمساعدة اللاجئين أو من هم بحاجة لهذا العمل. ففي عز الكويت مو بحاجة للعمل، اتخذنا إجراء بفتح باب التطوع للأطباء بالتنسيق مع وزارة الصحة، بحيث أن مو بس الأطباء والتمريض والفنيين أي أحد وده يتطوع حتى الإداريين، فتحنا هالمجال وتم التنسيق مع وزارة الصحة بحيث أن نستغل الأماكن اللي فيها الوزارة محتاجة فيها ناس بحيث أن نغطي. جميل. جميل. نعم. جميل. دكتور، لا ننسى دور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ومكافأته للكادر الطبي ماديا ومعنويا. هو بالفعل هو الأمير الوالد حفظه الله ورعاه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، هو مثال للعمل التطوعي والإنساني، ودائما يوقف مع الطاقم الطبي عموما، ودائما يدعمه سواء ماديا او معنويا، وحنا دائما ناخذ قدوه لنا في شتى المجالات. وهو بالفعل اعطى قفزه معنويه للجسد الطبي، بحيث انه حس بالدعم حتى في القيادات العليا. صحيح. لما يقومون به، وبالفعل الجهود جباره للطاقم الطبي كافه من بداية الأزمة إلى الآن، وهم العمل خلايا عمل
تشتغل 24 ساعة، نعم. في نصهم يواصل الليل بالنهار عشان يخدم هذا الشعب وهذا البلد. قواكم الله وكل شكر لك دكتور على وجودك معنا. الله يسلمكم وياه، والشكر موصول لكم والمشاهدين، وأتمنى الصحة للجميع إن شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا لك. أكيد مستمرين معاكم في فقرات مساء الخير يا كويت، لكن من بعد هذا الفاصل. نقول لكم نصيحة ذهبية ونقول إذا بنتعلم شيء من موضوع فيروس الكورونا كوفيد 2019 خلنا نتعلم هذه العادة الصحية ونعلمها أطفالنا والعمالة المنزلية اللي عندنا بالبيت ونكمل عليها. أهم وسيلة للوقاية من الفيروسات ومنها فيروس الكورونا هي طريقة غسل اليدين بالطريقة الصحيحة. وخلونا يقول لكم أن أكثرنا يغسل إيده فتتم عملية التنظيف، لكن ما تتم عملية التعقيم اللي هي تخليص اليد من الجراثيم بأنواعها، وهذه ما تتم إلا إذا غسلنا إيدنا بالطريقة العلمية الصحيحة. هذه الطريقة مكونة من 4 خطوات، كل خطوة تأخذ 5 ثواني، فالمجموع 20 ثانية. نبدأ أن نحط إيدنا تحت الماء الجاري، وهني أذكركم ترى ما يفرق ماء دافي، ماء حار، ماء بارد، أي نوع من أنواع المياه، ونحط كمية من الصابون. وأيضا أذكركم أن أي صابون يفي بالغرض، سواء كان الصابون المضاد للبكتيريا أو الصابون العادي، فما يفرق حط أي صابون سيقوم بالمهمة. أول خطوة نفس ما قلنا، نحط إيدنا تحت الماء الجاري ونحط كمية من الصابون ونفرك باطن إيدنا، هذا الكل يسويها 5 ثواني. الخطوة الثانية نفرك ظهر إيدنا أيضا 5 ثواني. الخطوة الثالثة نفرك ما بين أصابعنا 5 ثواني. والخطوة الرابعة والأخيرة نفرك أطراف أصابعنا الثنتين 5 ثواني. فمجموع العملية 20 ثانية. 20 ثانية هي المدة اللازمة لتواجد الصابون والماء على إيدك حتى تتم عملية تعقيم إيدك من الجراثيم. خلنا نتعلم هذه من اليوم ونعلمها أطفالنا ونفس ما قلنا العمالة المنزلية، ونوصيهم يسوونها قبل تناول الطعام وحين إعداد الطعام، بعد خروج تكرموه من الحمام، وعند التواجد في أي مكان عام، الجمعية، السوق، مدينة الألعاب أو المطارات. خلونا نطبق طريقة الغسيل اليدين بطريقة صحيحة، ونفس ما قلت لكم إذا بناخذ عادة سليمة من فيروس الكورونا أو ناخذ درس من فيروس الكورونا هي طريقة غسل اليدين بطريقة صحيحة. يمكن أنا عدت وايد طريقة غسل اليدين، لكن هذا للتشديد على أهمية هذا الموضوع. ونهاية نختم بالنصيحة اللي دائما نقول لكم عنها في هذه الأزمة، دائما نستقي وناخذ معلوماتنا من المصادر الرسمية، ونوخر عن المصادر اللي تينا من الواتساب والسوشيال ميديا اللي ما ندري شنو مصدرها. ونهاية أتمنى لكم الصحة والعافية، هذه تحية يعني من فقرتي مساء الخير يا كويت، والله يحفظ الكويت وأهلها. بلدنا ويتطور معهم، تزدهر الكويت. هم الذين يرسمون مشاريعها ويحققونها لتزداد توسعا وازدهارا وينبض مستقبلها بالحياة. إنهم أبناء ديرتنا، المهندسين والمعماريين حديثي التخرج. التحقوا ببرنامج تدريب وتأهيل المهندسين المعماريين حديثي التخرج، وكونوا قدوة في بناء وتطوير وطنكم الكويت. الصندوق الكويتي للتنمية. حياكم الله مشاهدينا مرة أخرى، ويسرنا أن نلتقي الدكتورة هدى الجاسر، محاضرة واستشارية بالصحة النفسية والأسرية. حياك الله دكتورة ومساك الله بالخير. يا هلا، أهلا وسهلا، مساك الله بالخير، أهلا وسهلا. سعيدين جدا بتواجدك معنا دكتورة. وبداية ودنا نسأل ونتساءل، هل المرض يعني يضعف المريض من الناحية النفسية؟ أكيد سؤالك وايد حلو. مؤكد أن دائما الجانب النفسي له ارتباط وثيق جدا بأي مرض. ليس المرض اللي احنا بصدده الآن
ولكن أي مرض دائما إحنا نعزز الجانب النفسي، ودائما نبحث عن أي مرض يواجهنا دائما نحاول إن إحنا نتناول الجانب النفسي وأصداء على هذا المريض. إذا الجانب النفسي مرتبط ارتباط كلي وتام بالجانب العضوي. أكيد أكيد. اليوم أنا لما أبي أبحث في أي مرض ألقى أن الجانب النفسي يعتبر عامل مشترك لجميع الأمراض. نعم. يعني فما بالك إذا كان مثل هذا المرض اللي احنا قاعدين نواجهه، أو ما احنا قايلين الصدمة، أو ما احنا قايلين الهلع اللي قاعد يواجهونه. نعم. الناس هذه الأيام، ولكن يفترض أن أنا أراعي الجانب النفسي في أي مرض يواجهني. لا. نعم. شك. يعني في معلومة دكتورة هل تتفقين معها بأن 80% من العلاج يعتمد على الجانب النفسي؟ طبعا أكيد، لأن اليوم أنا ردود أفعالي محسوبة علي. أنا اليوم شلون أواجه أي شيء أكون أنا في مواجهته، أكيد لازم يعتمد على العامل النفسي وردود أفعالي. لأن خلينا نكون واضحين أكثر، اليوم أنا في جسمي شيء اسمه جهاز مناعي. هذا الجهاز المناعي ليس فقط علي أني أنا فقط بس أحميه، أو أني أنا أيضاً أستخدم الأمور الطبية المتعلقة في تقويته، أفي عليك، ولكن أيضاً يجب أني أنا بالإضافة إلى تقوية جهازي المناعي يجب أني أنا أتعلم شلون أحمي. وعندنا الجانب النفسي هو الأساس لحماية هذا الجهاز المناعي. يعني اليوم إحنا لازم نعرف أن أي مرض يصيبني لازم يكون في جانب نفسي يتعلق فيه. انا اليوم لو جبت اثنين مرضى قدامي وكلهم في نفس المرض، ولكن لقيت ان احدهم متفائل يتعامل مع المرض بيقين، يتعامل مع المرض بنفسية هادية بردود أفعال هادية، راح أجد أحسنت إيجابي، راح أجد ان سرعة استجابة هذا المريض للشفاء أكثر من المريض الآخر. اليوم إحنا في الصحة النفسية أو حتى في الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية وايد محتاجين إن إحنا نراعي الجانب النفسي، فما بالك اليوم إذا كنت أنا في مواجهة شيء يجتاح العالم العالم كله. صح. في حالته. إذن الهلع والقلق والتوتر والاضطراب هذا كله مو لصالح جهازي المناعي. لا شك. نعم دكتورة، ذكرتي حضرتك أن هذا الفيروس قاعد يأخذ زخم إعلامي. سهلين. طيب الذي يقال عبر وسائل الإعلام هل يؤثر على المرضى المصابين بهذا المرض؟ طبعاً المنات؟ طبعاً أكيد. اليوم أنا اليوم إذا فتشت أذوني حق كل شيء بسمعه وقالوا وهذه الأمور اللي أساساً نصها غير سليم ولا يمت بصلة إلى الصحة. اليوم لازم أنا أحمي جهازي المناعي وأحمي نفسي وبناء عليه أحمي أسرتي وأحمي محيطي بإني أنا ما أستمع لهذا الزخم الهائل من الإشاعات. نعم أحصن نفسي وفق الأمور المسموح فيها. الحمد لله احنا في دولة وزارة الصحة مو مقصرة، الداخلية مو مقصرة، وزارة الإعلام مو مقصرة، خلاص لحد هذا الموضوع وأكتفي، لأن أنا هني راح أدخل نفسي في متاهات أخرى، أبدي أنا أدخل في عامل الخوف. ويا جماعة الخوف هو عدو كل شيء أبي أسويه. صحيح. اليوم أنا حتى لما نعطي محاضرات عن النجاح، عن الإقدام، عن الشجاعة، عن أي نابليون لما يبي مثل ما نقول يغير نظام حكم فرنسا من إمبراطوري من ملكي عفوا إلى جمهوري، إيش قال حق جنوده؟ قال كل ما أخشاه عليكم الخوف. قال أنا بخير، إذا أنتم ما خفتوا
احنا نقدر ننجز المهمة. اليوم انا شلون ابي اواجه مرض قاعد يجتاح مجتمع اذا انا افراد المجتمع خايفين، وهذا الخوف قاعد يتسرب من شخص الى اخر. فاليوم انا وانت وغيرنا كلنا لازم نتعاون ان احنا ليش اخاف، وبعدين عشان اواجه هذا الخوف لازم اسال نفسي اسئله واجاوب عليها. نعم. اقول تعال انا ليش خايف؟ خايف من شنو؟ من الموت؟ ما كلنا بنموت. خايف امرض؟ انا اذا خفت راح امرض اكثر. هذه الاجابات اللي انا اجيب على نفسي فيها بصوت مسموع، بصوت يخاطب ذاتي. نعم. وصوري الذهنيه السيئه عن هذا الموضوع، صدقوني يا جماعة وايد تخفف من الكثير من الأمور. صح. بينما أنا لو خفت وخوفي أصبح عبارة عن شيء مكبوت في الداخل. نعم. دون أن أفهمه قد أكون أنا قاعدة مثل ما نقول الأمور تتراكم. نعم أكيد. نعم. دكتورة هدى راح نستمر بالحوار معك إن شاء الله، لكن من بعد هذا الفاصل. نذكركم بتوصية وتعليمات وزارة الصحة اللي تقول إن القادمين من الدول اللي راح نذكرهم الحين يجب أن يلازموا الحجر المنزلي لمدة أسبوعين. هذه الدول هي الفلبين، الهند، سريلانكا، بنغلاديش، سوريا، لبنان أو مصر. أي أحد عائد من هذه الدول يجب أن يلازم ويلتزم بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين، ولا يكون الخروج إلا للضرورة القصوى. خلال هذه الفترة إذا ظهرت أعراض مرضية نفس ارتفاع درجة الحرارة، كحة، نشلة أو آلام بالجسم، فيجب مراجعة يعني الأماكن المختصة في وزارة الصحة للتشخيص والتقييم. طبعا نتمنى ويجب على الجميع الالتزام بهذه التعليمات حماية للإنسان أولا والمجتمع بشكل تام. فنرجو منكم التعاون مع التوصيات الرسمية من وزارة الصحة، ودائما نقول لكم أخبار هذا الفيروس دائما تأخذوها من مصادر رسمية، وخلوا عنكم الإشاعات اللي ممكن تسمعونها من الواتساب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. أتمنى هذه الفقرة من مساء الخير يا كويت كانت مفيدة وفادتكم. أتمنى لكم الصحة والعافية، ودائما نقول الله يحفظ الكويت وأهلها. رجعنا نتواصل معكم مشاهدينا في برنامج مساء الخير الكويت. دكتورة هدى، يعني تكملة على الحوار اللي قبل الفاصل، شفنا كثير من الفيديوهات تم تصويرها من داخل الحجر الصحي، الأشخاص نفسهم اللي من داخل الحجر الصحي شفناهم كانوا مرتاحين ومتفائلين، فهل هذا يعني أثر على الأشخاص اللي ممكن قد يصابون لاحقا نفسيا؟ بالعكس، هذه الأمور إيجابية تبعث على الراحة. اليوم أنا لما أشوف أن الحمد لله الموضوع ما في شيء وأن الأمور ماشية بخير، يعني أنا في تويتر كتبتها بتويتر، قلت ناس حرام عليكم، اتقوا الله، لا تروجون إشاعات. وزارة الصحة قائمة، والشباب التطوع، الشباب الأفراد التطوعيين قاعد يشتغلون على قدم وساق. ترويج الإشاعات هذه لا تكونوا أنتم من يقودها. اليوم والله أنا لما أشوف مثل ما قلتي حضرتك، لما أشوف في التلفزيون الشباب اللي يشتغلون على قدم وساق، والوزير بنفسه يراعي ويركض، والإعلام والداخلية، هذا شيء مطمئن يا أستاذة. بالعكس هذا الشيء إحنا يطمننا، ما بالعكس ما يكون مؤشر سلبي للشعب. جميل. دكتورة هدى، طيب شنو دور المقربين من حاملين هذا الفيروس أو اللي موجودين في الحجر؟ في نفس الحجر. في الحجر، فدور المقربين منهم اللي هم خارج هذا خارج. سواء كانت زوجة، زوج، أخ، أم، أب، أكيد لهم دور. أستاذ أنت قلت كل نقطة وايد حلوة. يقول لك في عام 1955 لما انتهت الحرب بين أمريكا وكوريا الجنوبية. نعم.
كوريا الجنوبية ادعت أنها قاعدة تعامل الأسرى الأمريكان في المعتقلات أحسن معاملة، وذلك عن طريق تقديم أجود أنواع الطعام لهم، بينما كانوا هؤلاء الجنود يوميا يموتون بأعداد دعت الجميع كله قام يتساءل شو اللي يخلي هالجنود يموتون بالرقم من أن كوريا الجنوبية تدعي أنها قاعد تقدم لهم أحسن خدمة. لقوا أن هناك جواسيس تتسلل بين هؤلاء الجنود الأمريكان وتنشر لهم أخبار سيئة عن الخارج، أخبار تجعلهم ينامون على قلق ويقعدون على قلق. هذا القلق اللي يعيشون فيه هو اللي كان يؤدي إلى موت هؤلاء الجنود الأمريكان بينما كان يقدم لهم أفضل الطعام. وشون عرفوا هذا الموضوع؟ عرفوه بعد ما نجا عدد قليل من هؤلاء الجنود ورجعوا إلى أمريكا، سووا معهم نوع من التحقيقات، قالوا لهم وين ربعكم أصحابكم اللي توفوا في المعتقل؟ ليش؟ قالوا الله يعينهم، كنا نعاني، كنا نسمع أخبار يوميا عن ما يحدث في الخارج. على الجانب النفسي طبعا، كنا نسمع عن أهلنا، كنا نسمع عن قتل، كنا نسمع أن أمريكا انتهت، كنا نسمع عن حروب، كنا نسمع وكنا. إذن يا جماعة اليوم أنا لما أبي هالناس ردا على سؤالك أستاذ، لما قلت لي شنو موقف الناس اللي برا من اللي داخل، هذا ما قتل الجنود الأمريكان اللي في المعتقل، قتلهم الكلام، قتلهم ترويج الإشاعات، وهذا ما يعرف يا أساتذة بالحرب النفسية. نعم. استخدموا معاهم ما يعرف بالحرب النفسية. صح. اليوم أنا عندي مريض بالحجر ما يدريش قاعد يصير برا، يجب أن أقول له كل خبر جيد، ما كل العافية، الدنيا بخير إن شاء الله، تحاليلكم كويسة، وطبعا الحين هم قاعدين يسمعوني فترة وتعدي فترة وتعدي، والأخبار الطيبة يا جماعة. كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بشر ولا تنفر. اليوم أنا مطالبة أني أنا دائما أتفائل. يا جماعة أنا أستغرب من اللي ينشر بالواتس أب أخبار صار وصار. طيب إحنا شو بنستفيد؟ يعني أنا بعرف شنو الفائدة. فتأكدوا أن أنا أعتقد أن اللي يعمل هذا العمل مواطن غير صالح. دكتورة، يعني هل باعتقادك أن مجتمعنا لديه الوعي الكافي لدعم المرضى المصابين بالتغلب على مرضهم؟ والله يا أستاذة أنا اللي شفته تبارك الرحمن من خلال متابعتي اللي قاعد يصير، من ما شاء الله تبارك الرحمن هالركضة وهالوقفة من الحكومة كلها، أعتقد أن احنا شعب واعي وقادر إن شاء الله أن يتغلب على هذه المحنة اللي مو بس بالكويت، في العالم كله. أعتقد أن احنا إن شاء الله شعب واعي أستاذة. إن شاء الله. يمكن قبل شوي ذكرتي بأن ممكن هم حاليا قاعد يتابعوننا. نعم. فهل في كلمة ممكن توجهينها لهم تخفف عنهم وضع هذا؟ أقول إحنا الكويتيين ما هو غريب علينا، إحنا شعب المقاومة، إحنا قاومنا أكثر من كذي، إحنا كويتيين إيد واحدة، ما يفرقنا شيء. إن شاء الله بتطيبون وبترجعون أحسن مما كنتوا، وتأكدوا أنكم بخير وبأيادي أمينة. صحيح. وإن شاء الله إن شاء الله كلنا قلوبنا معاكم، يشهد الله، ندعي لكم في كل صلاة، والكويت الله حاميها بطيبة أهلها وبركضة شبابها الخيرين. سلمك. ما كل العافية إن شاء الله. إن شاء الله كلنا قاعدين ندعي. وعلى فكرة الحمد لله اليوم صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة أن في حالات تشافت وخرجت، ربي لك الحمد،
ما كل العافية يا جماعة إن شاء الله. إن شاء الله أمين يا رب. دائما ما يقال إن المرأة قادرة على تحمل الابتلاء مرض أو غيره. يوم المرأة طبعا من الأمور. يوم العالمي للمرأة أكثر اليوم. من الرجل، تتفقين مع ذلك دكتورة؟ شوفي أستاذة مشاعل، اليوم أنا لما أبي أقول من الأقدر مرأة أو رجل، إحنا أعتقد في الكويت الحمد لله اجتزنا هذه المرحلة. اليوم أنا أتعامل مع المرأة كعقل، تتوافقني استاذ ولا لا؟ انت كرجل نعم. اليوم انا ما افرق بينك وبين الاستاذه مشاعل الا بالعقل. اليوم احنا ما شاء الله بالكويت، حتى في زميلات من السعوديه يسالوني يقولوا لي دكتوره هدى ما شاء الله انتم وصلتوا لمرحله متقدمه من التمكين، انتم تسوون بعد مؤتمرات تمكين للمراه، ايش تبون بعد اكثر؟ قلت اليوم احنا لما نطالب بالتمكين نطالب بأن احنا نوصل لمراحل أعلى. وما زالت المرأة تطمع، ولكن بالفعل سؤالك أستاذة لما تقولين من هو الأقدر على التحمل، صدقيني يعتمد على طريقة التفكير. في مرأة حديدية وفي مرأة حطيها شقول عن 10 ريايل، وفي مرأة يعتمد على حال نفسية. اليوم أنا ما أقدر أقول. وفي رجل عنده اضطرابات نفسية ما يقدر يخطي خطوتين، وفي رجل قوي. اليوم إحنا لازم نتعامل مع كل شخص بعقليته. إنما الله سبحانه وتعالى وضع أمك ثم أمك ثم أمك. ليش؟ لأن المرأة هي حنونة، هي تتحمل الحمل والولادة وهذه الأمور، فقد يكون هناك الكثير من المسؤوليات على المرأة، ولكن لو قلنا من أقدر على تحمل المسؤوليات، العقل. أنا أتعامل بغض مع النظر رجل بغض النظر. نعم. طيب دكتورة، هل إحنا قادرين على أن نربي جيل قادر على ترتيب الأولويات، على إدارة الأزمات؟ طبعا هذا يعتمد على تعلم مهارات. أنا اليوم مطالبة في المدارس في المؤسسات التعليمية أني أعلم الأطفال مهارات إدارة الأزمات. على أيامنا بالثانوي كانوا يعطونا دورة دفاع مدني، أذكر ناخذها الساعة 4 العصر دفاع مدني. كانوا يجيبوا لنا مطافي ويجيبوا لنا شلون نطفي الحريجه، شلون نقاوم الازمات هذه اللي تحصل. اليوم حتى الاطفال هناك ادب للطفل. احنا كنا في المجلس الوطني للثقافه والفنون لوم الموضوع اللي حصل هذه الايام، كنا بصدد عمل مثل ما نقول ملتقى او مؤتمر يتعلق بادب الطفل، ثقافة الطفل. اليوم احنا مطالبين ان احنا نثقف الاطفال. وطبعا مثل ما قلت حضرتك، موضوع ثقافة الطفل يدخل تحت بند إدارة الأزمات. صحيح. تحمل المسؤولية، إدارة النفس، إدارة الذات، مثل ما نقول إدارة الانفعالات. اليوم في طفل، هذا طبعا راح ندخل في جانب تربوي نفسي. نعم. نعم دكتورة هدى، يعني استمتعنا بحديثك الممتع، وطبعا استفدنا من هذا الحوار، كل الشكر لك، يعطيك ألف عافية. شكرا لك يا جميلة، وشكرا لك أستاذ، وأشكركم جميعا اللي دعوتكم الكريمة، وشكرا. تسلمين. شكرا. متواصلين معكم مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل.
مشاهدينا نبقى في الدقائق التالية مع المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة للتعرف على آخر الجهود المبذولة في التصدي لمرض الكورونا. الحالات حول العالم جاوز 102 ألف حالة. في الصين جمهورية الصين الشعبية جاوز العدد 80 ألف حالة. عدد الدول التي ظهر فيها هذا الفيروس هي عدد 101 دولة. أما عدد الحالات خارج الصين فقد فاق 21 ألف حالة. فيما يخص الشأن المحلي وفي دولة الكويت فقد أعلن معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح في نهاية الأسبوع الماضي عن أول شفاء لحالة تماثلت للشفاء ولله الحمد، وهي كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-2019، ونسأل الله الشفاء لبقية الحالات. وبالأمس كنا على موعد استقبال إخواننا المواطنين العائدين من جمهورية العراق، وكان عددهم 105 راكب، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية التي في النهاية تصب في مصلحتهم ومصلحة أسرهم وذويهم ومصلحة المجتمع بشكل عام. أما بالنسبة للحالات في دولة الكويت ففي 24 ساعة الماضية تم تسجيل وتأكد إصابة حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 62 حالة. حالة واحدة تماثلت بالشفاء ولله الحمد، و61 حالة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في إحدى المستشفيات المخصصة لاستقبال إخواننا المصابين بفيروس مرض كورونا COVID-2019. أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فعددها 3 حالات، حالة واحدة منها حرجة وحالتين تعد مستقرة إلا أنها في العناية المركزة. أما بالنسبة للمسوحات التي قامت بها وزارة الصحة فقد جاوز عددها 5123 مسحة حتى الآن، والعدد بازدياد كذلك. هذا بالنسبة للحالات المصابة. أما بالنسبة لمراكز الحجر الصحي فعندنا 3 مراكز للحجر الصحي، عندنا 3 مراكز للحجر الصحي. مركز فندق المنقف حيث يبلغ العدد المتواجد فيه حتى الآن 146 من إخواننا المواطنين. أما منتزه الخيران فيبلغ العدد 580، والمركز الحجر الأخير وهو الجون بلغ العدد 105 حالة من إخواننا المواطنين. ونذكر دائما أن وزارة الصحة على أتم الاستعداد لتوفير ما قد يحتاجونه إخواننا المواطنين هناك من مستلزمات ومن احتياجات، وأن كافة قطاعات الوزارة وقدراتها مسخرة لراحتهم ولسلامتهم. وصلنا معكم للختام، نترككم حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء. نتمنى السلامة للجميع، مع السلامة.